انت بالاول ما عجبك، بس الزلمة اشتغل شغل منيح وبيومين اتعلم كل شيء اذا بدك. وكمان اخذ وش على الموظفين فورا. بما انه اخذ وش بهالسرعة اكيد بيكون اخذ قلبه كمان. شو يعني هذا الحكي بالله؟ يعني اذا بتعرف شيء احكي. حسب ما فهمت هنن على الاغلب الهم كم اسبوع مع بعض. مين؟ يعني بتقصد انهم كانوا سوا؟ تبع الدعاية هداك وبنتنا. لك يا كرم حاش تحكي بالالغاز، مين قصدك فهمني؟ اي بنت؟ حياة يعني. ايه وانت منين دريت بهالموضوع؟ متأكد انه القصة مو كذبة؟ لا انا متأكد لانه الصبايا خبروني. كرم في مجال عزبك ترجع تجيب لنا شي لحتى نشربه؟ ايه طبعا تكرم فورا. شو صار معك؟ ما حسيت فيني ابدا. يعني بس فهمني اخي، كيف بدها تحس فيك؟ قلي كيف بدها تحس فيك وانت عم تخطط مع مرام على الزواج، ولو انتوا عم تحكوا بقصة البيبي مثلا؟ كيف الواحد فينه يتخلى عن اللي بيحبه بهالسهولة هي؟ صدقني انه هي كمان بتكون عم تسأل حالها نفس السؤال. انت صارحت هالبنت من قبل شي؟ لا. وفوق هيك رحت قلت لها انه كل شي كان لعبة، قلت لها شي غير هذا الكلام؟ لا. طيب بعد ما خلص كل شيء اخي قلت لحياة تعالي؟ لا. طيب حكيت شيء بخصوص ابراهيم؟ بصراحة حكيت شغلتين. بالاول قلت لها انه مو مرتاح له ابدا. ممتاز، مبين انك غيران بهي، يعني لساتك عم بتحاول تحافظ عليها، كمل. وبعدها قلت لها اني كنت متسرع بحكمي وانه كل انسان بيستاهل فرصة. برافو اخي عن جد برافو، قرب تستاهل، تعال هات لك بوسه. تعال شو في؟ ليش بدك تبوسه؟ شو المناسبه؟ مناسبه البوسه انه اخي مراد حقق نجاح باهر، عرفت كيف؟ شو بك مراد؟ إذا من أول الطريق رح تقلب خلقتك هيك معناتها وضعك صعب. ما بعرف، يمكن أنا أكون غلطان، يعني يمكن هي على علاقة حقيقية مع إبراهيم. ليكك حضرتك قلت لحالك يمكن. مو بس هيك، اليوم لقطتهم بالشركة وهن عم يتطلعوا ببعض. خلص انساه. وقف لشوف شوي. لك أنا استنيت سنين لحتى تصل لهي الحالة يلي أنت فيها، هلا لازم تكون لقيت الفرصة وحكيت. شو أحكي أنوار؟ شو بدك قول؟ كان بدي صدق إنه يمكن تكون لعبة، عقلي مخربط كتير. يعني صدق شكوكي ولا صدق اللي شفته وسمعته؟ ما بعرف. صدقني ما بعرف. حياة اسمعي. حبيبتي بتعرفي صارت شغلات بتخوف اليوم، بس انا وبيسان حلينا الموضوع وبسرعه. والله ضحكتك ونبره صوتك بتخوفني. بتقول انه في شيء خطير، شو الموضوع؟ شو صاير؟ احكي. شبكي حياه، ما في شيء مهم. كرم اجى اليوم لعنا وقالنا انه مرام راحت على بيت حياه، وناطور قال انه الى شهر ما مرقت على البيت. كيف؟ مرام هلأ بتعرف انه انا مالي عايشة هونيك؟ وفوق كمان سألت كرم انا انتهيت. روحي ما في داعي للخوف اصلا، كرم الا انه بتكون عند رفقاتها او شي، سكر على الموضوع وغيره بهالطريقة. ولو انه ما ارتحت منيح، بس ماشي مو مهم. معناته شو هي المشكلة؟ المشكلة هلأ انه كرم مريحها الى، بس هو ما ارتاح ابدا، اجا وصار يضغط علينا ويحقق معنا وقالنا حياة وين ساكنة بالضبط؟ لك وبعد ما ضل ينق ويسألنا كل الوقت. احنا كمان مش عن ندافع عنك. خلصيني احكي. قلنا له شو دخلك بحياة حياتي الخاصة؟ يمكن تكون ساكنة مع ابراهيم بكرفانه من شهر. شو؟
كنت مع ابراهيم وشهر كمان وبكرفانه. لك انتم مو اصلا عم تعملوا حالكم انكم على علاقه، فيك تقولي كرسنا الفكره. فهموني انتم شو عملتوا هلا؟ كرم ما بخبي شي عن مراد، هلا بيكون راح وحكى له القصه فورا. قولي على هالقصه. طيب وانا هلا شو رح يكون مخطي بنظر مراد؟ قولولي. قلت له انه ما في حدا بحياتي ابدا وطلعت كذابه، مو هيك؟ وهلا هو مفكرني كنت قاعده شهر مع حدا، يا ترى شو كنا عم نعمل انا وهو بهالشهر؟ تفضلوا صحوني، انا شو لازم اعمل هلا؟ شو لازم اعمل بمصيبتي؟ يا الله نحن شو عملنا؟ نحن بس خربنا حياتها. انتوا ورطتوني بهالمصيبه وانتوا بتطلعوني منها. يلا روحوا فورا من خلقتي. ميسان حبيبتي فيني نام جنبك اليوم؟ Laftan anlamaz.